يا اخو لي بارول يتحاسب عليهم اللي يكتبهم، ماك شايف دوكا كاين دي رابر زعما يحب يكتب على فايس بيزار، زعما كشغل داخل فيه الجن زعما السحر كدا، هو ما ماسونية ما داخل فيه حتى ايكيب، هو واحد ما زعما ما عنده علاقة مع الجنون، ما عنده علاقة مع الماسونية، ما عنده والو، او يربح غير في لعب مع ربي، هذا ما كان تسمى هادوك لي بارول يتحاسب عليهم هو شغل يحبو. كاين دي رابر يحب تكنيك، يحب يطيح ملحد، يحب يطيح زعما شغل ما يامنش، باش انت كي تسمع شغل بيزار وهذا شغل عم يعاونوه الجنون في الكتيبة، فاهم؟ هي ما كاين والو شريكي، هو راهو يسي يكون هكا صحيت، هادي هضرة شابة شريكي، زعما سيرتو كي يكون البيت ولا الموسيقى شغل حاجة تخلع، زعما حاجة تخوف مع هادوك لي بارو، زعما بهاديك لافاسون وكدا. وليكيب ما راني نهضر على حتى واحد، بالعكس الناس راهي تقول على لي رابور بلي ماسونيين وكفار وكدا، من انا نقول لكم لا ما كاش منها، ما كاش رابور زعما كافر وقدام الناس، سيرتو زعما اللي نعرفهم ودرت معاهم وقدام، ما كاش منها عليك، شغل ما كاش منها شغل خرطي تجي زعما ماسونيه تجي وله زعما خرج العباد من الملا، ما كاش منها خويا. وهذوك كاين الناس في التيك توك زعما شغل كاين عباد باللحيه يا اخو، شغل ما شغل ما شي زعما كي ربى اللحيه ولا حفظ شويه من القران، ما انت نديروه زعما تيك بنادم يقدر يفتي ولا نتبعوه. كان عباد ما يعرفوش شريكي، ما يعرفش يسمع يجي يبدا يهضر ويكفر في عبد، ما كي تكفر عبد راهي صعيبه شويه تكفر، تقول على عبد كافر ولا تقول على عبد درت ولا شايف شغل. كان دوكا تيك توك تعرف شويه لحيه ويبدا يهضر في الناس ويقول لك هذا كافر ويقول لك هذه كافره بلا ما يعرف حتى حاجه شريكي. مام هادي واعرة كي تقول لي على واحد كافر، انا جامي شت امام خشين هاكا خرج يهضر عليك شرابور وقال عليه هكدا. يا خو بريمير مو هدوك الاشارات ماشي زعما حاجة صح، حاجة داخلة شغل في التحراش راك شايف، راني فهمتك مقبل، حاجة شغل داخلة وزيد هاديك اللي دارها اللي دار المونتاج هو اللي دارها، شاف بلي الفايب هو هكاك زعما شغل حاجة تاع شواطن زعما هكا برك، باش نزيدو زعما كيما نقولو باش نزيدو نحميو البندير، باش تخرج حاجة زعما انتيك في الفايب اللي انا حابينو، ماشي معناتها درت لك هادو قدام معزة ولا معناتها شغل هنايا. شريك اخوك مسلم وعقيدة صحيحة بإذن الله، ومتكسرش كاع راسك شغل هادوك تحراش، وانا قلتها في واحد الانترفيو شغل إشارة هكا باليدي ما عندهم حتى معنى شريكي، انا ما نأمنش كاع بيهم شريكي، مين ديرهم باش تحلم هاك تعرف شريكي. ما كاش واحد رابر في الجزائر ملحد ويقول في الغناء تاعو انا ملحد وعايش في الجزائر، باسكو الحاجه الاولى سي بيان لي راهو يخدم له في استوديو ولا ولاد حومته راح يدي منهم طريحه الاولانيه، وزيد ما راحش يزيد يقدر يدور لازم برا، باسكو شغل باش دير عفسه كيما هادي شغل لازم تخرج من الجزائر وديرها من بعيد، علاش مي في الجزائر ما شكيتش معاشر جنون بالك تدخل الجبانه يا اخي تايا وتموت تحت الارض قبلني انا، نعمر لحمك بالدود في وسط قبور نديرك خانه جيبك يساني بالروج بغاكم بخير. ندير هاد فيديو كلاش ديدين كلا ديدين كلاش كلاش ديدين كلاش ديدين لا كانونساز، انا غادي نقول لك باللي نتايا كافر وماسوني تقعد كيما هكا فهمني، انت داير تقول في غناك باللي ما كاش فتوحات اسلاميه وما كاش هادي منا انت بروحك ماسوني نتايا ونو ميديا هذيك اللي دايره كروند دايره كروند تاع شيطان ايكون دو ديمون دايرتهم في الفيستيفال هاد الخطره، وكاين بزاف قبلكم تاني مسميين لي زالبوم تاعهم فواكه الشيطان وفاهم يفهم، يقول لك انا شو عن ديمون انا يا خوتي، هادو دايرين باكت، هادو دايرين باكت باش كيما نقولوا يحطموكم ويبعدوكم على دينكم ويحاربوا الدين الاسلامي. حنا يا سنتنا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يا خوتي بارطاجوا لنا هاد الفيديو ان ماكس باش الناس يكون على بالهم باللي هادو الناس ماسونيين وكفار وراهم يديروا كلشي. خاوتي راكم تشوفوا ابوكا بلي يهضر على ثلاثه عباد انا ما نتفاهمش معاهم، شايف ديجا انا ما نتفاهمش معاه مي واش راهو يهضر خرطي، راهو يدير هكا زعما شغل هو ويدافع على الاسلام، وزعما هاد العباد عندهم باكت مع الشيطان زعما باش يدمروكم وباش يهلكوكم، ماكش كاع منها عليك ماكش كاع منها. واش راهو يهضر سي ابوكا خونا عنده مدة ما بانش عنده مدة ما غناش، هو حبت عنقيشة دخلها شغل سنة وحنا عقيدة زعما دوك شغل هو يضرب غنية زعما يحامي على كاش من عليك،
هاي باينة ما قري عندي مشكل معهم، بس هنقول لكم بلي هاد لابسة وشوية هدر قاع قضيتها قضية بالك بحب يديروني ها حب كدا، وهو ما يتفهمش معاهم قال له باك شيطان وكدا باش يدمروك، زعما يقدر واحد يدمركم بغنية ما كاش منها.